السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنانين. نزلت بوست على الجروب وطلبت آراءكم أننا نبدأ الدروس طلبت منكم آراء لكي نعرف بماذا نبدأ بدروس تعليم الرسم. فكانت تقريبا الأغلبية تركز على البورتري، فسنبدأ به. سنختار صورة مثلا، نجرب عليها طريقتين أو ثلاثة لنتعرف أولا على كيف الطرق التي ممكن أن تبسط لنا كيف نأخذ النسب صحيحة. بعد ذلك ستكون لدينا ثلاث رسومات، يعني كل رسمة بطريقة، وواحدة مثلا نجرب عليها التضليل بقلم الرصاص، والثانية نجرب عليها التلوين بالألوان الخشبية، والثالثة سنجرب عليها الفحم مثلا. نستفيد من كذا طريقة، ونستفيد من نفس الدروس التي من نفس الرسومات التي سنرسمها بهذه الدروس إن شاء الله. نبدأ مع هذه الصورة، هذه سأنزلها على الجروب. نشوف مثلا هذه الصورة، كثير منا يسمع مثلا هناك نساب وهناك بعض المقاسات التي تتكرر بكل بورتريهات أو تقريبا تكون متقاربة، أو ونسمع أيضا بمسافة عين، والعين هي نسبة هي وحدة القياس و فهذا يربك بعض الشيء. سنحاول أن نبسطها من هذه الصورة هذه. اختار أي صورة، حاول أن تغذي بصرك بهذه القياسات هذه، حاول أن تجعلها أن تجعل هذه القياسات هذه تستطيع أن تأخذها فقط بالعين. كيف ذلك؟ تبدأ أولا بوسائل مساعدة حتى تتعود اليد والعين والقلم، تتعود كيف تأخذ هذه القياسات فقط بالعين. نجرب مثلا، نسمع بأن هذه العين هي وحدة قياس، نأخذ هذه العين هذه ونقيس عليها ونرى. خذ أي صورة، مثلا نأخذ هذه العين هذه، نسمع أن العين تساوي مسافة بين العينين، تساوي العين الثانية، تساوي من آخر العين إلى آخر الأذن. هذا ما نسمعه، ولكن هنا مثلا نلاحظ أن الأذن خارج بعض الشيء. نأتي إلى الجهة الثانية أيضا، نسمع أن هذا نفس القياس يعطينا آخر نقطة من الأذن. نلاحظ أيضا أن هذه الأذن كبيرة، إذن هنا هذه القياسات التي نسمعها دائما فهي تنطبق على الصورة هذه. لدينا أيضا معلومة أن من أعلى أو من فوق منبت الشعر قليلا إلى أسفل إلى الحاجب، أنا سأخذ مثلا إلى أعلى نقطة من الحاجب من هنا من الأمام وليس من هنا، من هنا فوق قليل من منبت الشعر إلى أسفل إلى أعلى الحاجب، تساوي مسافة من أعلى الحاجب إلى أسفل الأنف. فهنا نلاحظ أنها تقريبا متساوية مع الخرم الموجود في الأنف وليس بأسفل الأنف، أسفل الأنف هو هنا. نأخذ هذه نفس النقطة التي وصلنا إليها هنا، فهذه القياسات هذه في الأصل أو في الغالب تكون متساوية، إذن هذا أيضا أصغر قليلا من هذا القياس هذا، إذن وفي الغالب تكون متقايسة، ولكن هنا نرى أن هذا كبير بعض الشيء وهذا صغير بعض الشيء. إذن هكذا بدأت أتعرف على هذه النسب هذه. نعرف أيضا أن مسافة العين هي نفسها التي تكون من أسفل الفم إلى أسفل الذقن، ولكن هنا لا تنطبق، إذن هي من هنا تنطبق من وسط الفم إلى أسفل الذقن. نعرف أيضا أن مسافة العين هي مسافة الأنف، إذن الأنف هنا نرى أنه أكبر بعض الشيء. عندما تزاول هذه القياسات هذه وتجربها كذا مرة، فتستطيع بعد ذلك أن تأخذ القياسات فقط بالعين وبالقلم. كما سبق وأشرت أنك تقف أمام الصورة التي أمامك، تأخذ القياس فقط بالقلم والعين، مثلا تقيس هذه المسافة هذه من بعيد، تكون الصورة بعيدة منك، تأخذ هذا القياس هذا أثناء الرسم المباشر وتكرره وترى كم مرة يتكرر معك. إذن هذا الرسم المباشر سنصل إليه في مرحلة ما، ولكن نبدأ مثلا بأخذ هذه القياسات فقط للتعرف عليها. نبدأ كما سبق وقلت، نبدأ بهذه القياسات الكبيرة. قلت أن من فوق منبت الشعر قليلا إلى أعلى نقطة من الحاجب هي تساوي من أعلى نقطة من الحاجب إلى تقريبا وسط أعلى نقطة من خرم الأنف وليس أسفل الأنف،
ثم من أسف من هذه الأعلى نقطة من الخرم إلى أسفل الذقن، وهذه المسافة تكون قصيرة قليلا. نقلدها بكل بساطة دون أخذ نفس القياسات، أخذ قياساتي التي ستلائمني على ورقة الرسم. مثلا أرسم هذا خط محور التماثل الذي هو بالوسط، فأنا أرى أن الأنف تقريبا واقف عمودي، والوجه ينظر إليه تقريبا مباشر، ينظر إلى الكاميرا مباشرة. إذن أرسم هذا الخط عمودي. سنرجع إلى أوضاع الوجه المختلفة، الجانبي ومن الأسفل، ومن سنمشي واحدة واحدة. إذن هذا خط الذي هو بالوسط، خط محور التماثل. كما قلت لدينا ثلاث خطوط كبيرة أساسية، نرسم مثلا هذا الخط وهذا. نأخذ هذا القياس، أو نأخذ مثلا نقطة أخرى، أو مثلا هنا قلنا سيكون أعلى الحاجب. على هذا القياس سنبني، يعني القياس الصغير يعطينا الحجم الكبير. من هذا القياس الصغير سنعرف طول البورتري كله، من هذا القياس الصغير سنعرف الوجه كله كيف سنمشي به خطوة بخطوة. نأخذ هذا القياس هذا، نكرره مرة ثانية. إذن هذا سيكون على نقطة من خرم الأنف، بمعنى الأنف سينزل تقريبا إلى هنا. نأخذ نفس القياس من أعلى الحاجب إلى أسفل الأنف إلى أسفل الذقن، ستكون هذه النقطة هنا. إذن هذه أسفل نقطة، نحن نتذكر أننا وجدنا هذه المسافة قصيرة بعض الشيء، إذن سيكون أسفل الذقن هنا. وهنا سيكون لدي خرم الأنف، وهنا أسفل الأنف، هنا الحاجب، هنا منبت الشعر سيكون نازل بعض الشيء هنا. إذن القياسات بدأت تظهر لدي. أيضا مثلا نأخذ آخر نقطتين من الأذن، ممكن استخدام مسطرة، ممكن استخدام فقط القلم أو فرشاة إذا كانت فرشاة طويلة، ممكن أخذ هذا القياس، ممكن أخذها من صورة أو من الهاتف، ليست هناك مشكلة. آخر نقطتين من الأذنين نقارنها مع طول الوجه، فهي تقريبا تنزل عن منبت الشعر التي قستها قليلا قبل قليل، تنزل عنه بعض الشيء. فهذه تقريبا قياسات تقريبية وليست مضبوطة 100%، فقط ليظهر لي الشكل الرئيسي وبعد ذلك نستمر. إذن هي تنزل قليلا، سأنزل قليلا عن هذا منبت الشعر. هكذا أكون قد حصلت على عرض الوجه، وتكون هذه مثلا في الوسط، خط محور التماثل يكون بالوسط. إذن هذه آخر نقطتين من الأذن، أعلى نقطة من الجبهة، أسفل نقطة من الذقن. بدأت الملامح تظهر. نأتي هنا، لدي هذا القياس الذي أخذت في الأول من أعلى من منبت الشعر إلى أعلى نقطة من الذقن. نتذكر هذه النقطة دائما أين هي، كي لا ننزل إلى تحت أو فوق أو الوسط. نأخذ هذه النقطة هذه ونرى من أعلى نقطة من خط الحاجب إلى خط مستوى العينين، ثم نكررها على طول الأنف، واحد اثنان ثلاثة، فهي تنزل عن خرم الأنف قليلا، بمعنى من أعلى الأنف إلى أسفل الأنف أو هذا الخرم هذا، تتكرر هذه المسافة ثلاث مرات. سنجرب نكررها ثلاث مرات. قلنا هذا هو خرم الأنف، سننزل عنه قليلا هنا، يعني من هذا القياس، من هذا القياس هذا إلى هنا، سنقسمها إلى ثلاثة، ثلاث قياسات متساوية. نجرب، واحد اثنان ثلاثة، متقايسة. نمد هذا الخط، هذا خط العينين. بدأت الملامح تظهر. نرجع إلى الصورة. كما سبق وأشرت أن هذه المسافة، هذه مسافة العين، فهي نفس مسافة بين العينين، هي مسافة العين الثانية. وعندما نقيس هنا نجد أن أبعد نقطة من الأذن
كبيرة على مسافة العين، يعني من آخر نقطة من العين لآخر نقطة من الأذن كبيرة قليلا. نرى للجهة الثانية هذه أكبر من هذه المسافة هذه. بمعنى سنرجع إلى الصورة، هذه آخر نقطة من الأذن على خط العينين، هذه آخر نقطة ندخل قليلا هنا، هذه آخر نقطة، هذه المسافة أكبر من هذه، يعني بمعنى ستكون هذه أصغر. هنا سنكبرها قليلا، معنى هنا هكذا أكون حصلت على بداية أو المسافة التي سنقسمها على واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. هذا الخط نقسمه على خمس نقاط متساوية، خمس نقاط متساوية، بمعنى ستكون لدي نقطة مثلا هنا واحد اثنان، نتأكد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمس نقاط متساوية. إذا لدي هنا عين ولدي هنا عين، هذه عين وهذه عين، إذن هذه مسافة بين العينين، وهذه مسافة العين التي تقل عن آخر نقطة من الأذن، وهذه مسافة العين التي تقل عن آخر نقطة من الأذن. نرسم هذه العينين لكي تبدأ المعالم بالوضوح. قليلا نحتاج إلى مسطرة. لو وضعت ورقة على هذا خط العينين، خط يكون عمودي مع خط العينين، سنرى أن بداية العين هذا لكي نتحقق فقط، فهذه بداية العين متساوية أو على نفس خط أو على نفس الخط في نهاية العين، وهنا أيضا هي مرتفعة قليلا. أحيانا نجد عند النساء تكون العين من هذه الجهة تكون عالية، ومن هنا تكون فوق هنا تكون على خط واحد، أما من هذه الناحيتين تكون مرتفعة. هذا فقط لكي نتأكد. وهنا فهي ليست على نفس الخط وإنما تصعد قليلا. سنقلد نفس الشيء. التفاصيل الصغيرة سنرجع إليها فيما بعد، فقط لكي تساعدني أن نتعرف فقط على القياسات الكبيرة. الملامح سنرجع إليها فيما بعد كل واحدة على حدة.
إذا نعرف أن هذه أعلى نقطة من الحاجب. على نقطة من الحاجب هنا تفوت العين قليلا. إذا خط على نقطة من الخط من نهاية العين انزاح قليلا هكذا إلى آخر أعلى نقطة من العين، إذا أعلى نقطة ستكون هنا، الحاجب سيكون بهذا الشكل ثم يرتفع قليلا ثم ينزل. بالنسبة لبداية الحاجب فهي تقريبا مع بداية العين، قليلا ندخل في الوجه، إذن هذه بداية العين ندخل قليلا هنا، إذن هذا هو بداية الحاجب. نفس الشيء بالجهة الثانية، إذن فهو على بداية الحاجب هنا تدخل عن بداية العين قليلا هنا ثم نرسم هذا، نقلد هذا الحاجب بشكل خفيف لا تضغط على القلم. إذا نبتعد أيضا عن قليلا عن نهاية العين فنجد أن أعلى نقطة هي هذه، نبتعد قليلا عن آخر نقطة من العين، أعلى نقطة من الحاجب هي هذه. إذن نرجع إلى الأنف. الأنف نأخذ مسطرة ونقارن هذه نهاية الأنف أين تتواجد، خط عمودي مع ورقة الرسم ونقارن آخر نقطة فهي تدخل عن هذه الدمعة الصغيرة تقريبا عند نهاية هذه الدمعة، نقلدها، هذه الدمعة وهذا الشحم الصغير، نأخذ مسطرة العمودي ونرسم خط، هذه نهاية الأنف. ثم بالجهة الثانية لكي نتأكد تقريبا أيضا هي مع نهاية الشحم أو تقريبا وسطه، إذن نأخذ مسطرة ونقلد. إذا لدي خرم الأنف هنا ولدي أسفل الأنف هنا والحدود الأنف بهذا الشكل. نرجع إلى الفم، قلنا أن الفم من أسفل أو من الوسط، من الوسط إلى الأسفل هو مسافة عين، إذن لماذا لا أستغل هذا القياس لكي يساعدني؟ إذن هذا وسط الفم. يجب أن أعرف حدود الفم أين توجد، نأخذ مقارنة مع خط العينين، نقيس آخر نقطة من الفم مقارنة مع العينين فهي تدخل قليلا مع بداية العدسة، بمعنى ما بين بداية العدسة ووسطها، بداية العدسة ووسطها بمعنى هنا. نحط مسطرة عمودي ونقيس، نحط نقطة، هذه بداية أو عرض الفم. الجهة الثانية أيضا نفس الشيء تقريبا وسط هذا النصف، هذا هو نصف العين، هنا المنتصف، هنا نأخذ هذا القياس ونجرب، رسم نقطة. إذا لدي عرض الفم، لدي حدود الدقن، لدي الأنف، لدي العينين، الحاجب، منبت الشعر سيكون من هذه النقطة هذه. إذا بدأت الملامح تظهر، هذا فقط كما سبق وأشرت هذه القياسات نأخذها كبيرة، القياسات الكبيرة فقط لنتعرف على هذه النسب. في الفيديو المقبل سيكون شيء سيكون رسم أكاديمي بعض الشيء أو احترافي بعض الشيء، يعني كيف تنظر إلى الصورة وتأخذ القياسات فقط وترسم. نرجع إلى هذا القياس الوجه،
سنأخذه فقط بالعين وهو يظهر أثناء التضليل. بصراحة أنا سأخذه فقط ارتجالي. إذا نرى هذا خط الوجه تقريبا يبتعد عن الحاجب إلى هذه المنطقة هذه هذا المكان. نأخذ درجة ميلانه تقريبا وخط نازل بهذا الشكل هذا. هاد الالتفافة هذه تقريبا موجودة مع خط الفم تقريبا لكي تنزل إلى الذقن. نرسم كرة صغيرة هنا لكي تبسط علينا بشكل بيضاوي لكي تبسط علينا العمل. إذن عند خط مستوى الفم الالتفافة ليست حادة تقريبا فوق خط مستوى الفم. نأتي للجهة الأخرى نقارن هذه المنطقة هذه مع آخر نقطة من الأذن تقريبا هنا لدي الحين أقوي بعض الشيء هنا تقريبا إلى أسفل أو إلى وسط الأنف. ثم يرجع يخرج بعض الشيء هنا. الانحناءات قريبا ليست حادة كهاد الجهة هذه فهي تكون بشكل قوس سلس. نأخذ هذا القياس أو هذه درجة الميلان بالقلم ونحاول أن نطبقها على ورقة الرسم بهذا الشكل هذا. ثم ندخل في التفاصيل بما أن الملامح بدأت تظهر ندخل في التفاصيل بعض الشيء. هذه الأنف أسفل نقطة من الأنف هي هذه أعلى نقطة من الخرم هي هذه. إذا ننزل هنا من الوسط هذه مائلة أكثر الخرم تقريبا يتجه بهذا الشكل. لدي حدود للأنف هذه الفم مائل ليس خط مستقيم مائل بعض الشيء هنا. إذن في هذه الشفتين سأخذ هذا القياس فقط العين المجردة يعني نقارن فقط هذه يد.
تنزل إلى هذه النقطة هذه إلى آخر الفم، هنا تبتعد عن الفم تقريبا كأنه خطين نازلين، فقط حديد خفيف فقط لنا ليسهل علينا التطليف فيما بعد. لدي أيضا خطين نازلين من أسفل العين، نرجع إلى حدود الوجه، لدي هنا القوس هذا يرجع إلى فوق الحاجب، من الجهة الأخرى يبتعد إلى فوق مسافة طويلة فوق الحاجب، بمعنى هنا لا تضغط على القلم، خلي الخطوط خفيفة لكي تستطيع فيما بعد أن تصحح أي شيء. إذن هذه الزاوية هذه موجودة تقريبا هنا، ثم ننزل درجة ميالها من الشكل، إذن هاي الملامح تقريبا ظهرت. يبقى لدي الأذن، الأذن نرى أنها فوق الحاجب، المعروف أنها تكون مع خط الحاجب، ولكن هنا المصور كأنه فوق الشخص الذي أمامه. الأذن ستكون هنا، نهاية الأذن ستكون هنا، وأسفل الأذن سيكون مع هذا المكان هذا فوق الأنف، هذا الانحناء الموجود بالأنف، الأذن ستكون هنا. إذن لدي إطار يحدد مكان الأذن، ثم أقلدها بكل بساطة. الشعر يدخل وسط هذا ثم يرتفع الرأس من هذا المكان هذا أو الشعر، نرجع إلى الجهة الأخرى، الأذن أعلى من الأذن الثانية فهي أعلى من الحاجب بكثير، بمعنى ستكون هنا، ومن أسفل الأذن ستكون أيضا تقريبا مع الانحناء الموجودة في الأنف هنا. إذن هكذا أكون حددت حدود الأذن، ثم أقلدها. لدي خط بهذا الشكل هذا لكي يعطيني تتمة الشعر، لدي هذا الشحم الذي هو في الأسفل، لدي الخط بهذا الشكل هذا، ثم خط يرتفع، ثم أرسم فيما بعد هذه التفاصيل الصغيرة خط بخط إلى أن تتحدد. أعطيكم مثال هنا، لدي هذا الشحم الصغير هنا أسفل منه توجد هذه الخطوط هذه، لكي تظهر يجب أن نستخدم التلوين
أو التضليل لكي تظهر هذه الأحجام، هذه الشعر يستمر بهذا الشكل، ثم لدينا التفافة بعد هذا الشكل. ثم ارتفاع الشعر من فوق. صراحة الصورة هناك تداخل بين الخلفية والشعر لا تظهر لي جيدا، سنرجع إلى هذا أثناء التضليل. لن أركز هنا بعد على تفاصيل الشعر وهذا، ولكن ممكن أن نستخدم مثلا من هذا منبت الشعر التي قسناه قبل قليل، الذي هو يدخل فوق هذا القياس الذي قسناه بالأول. هذا القياس هذا نتذكر دائما هذه النقطة، هذه نأخذ هذا القياس ونجرب مثلا على خط العينين مثلا، فهو يتجاوز النصف قليلا، ممكن أن نقلده، نأخذ من آخر العين نتجاوز النصف قليلا ونجرب نفس هذه النقطة هذه. إذن هذه أعلى نقطة من الشعر، هنا الذي يخط في الصورة يقطع الرأس من يقطع الشعر من فوق. إذن الذي يديني هذا سينزل قليلا وكذا. إذن التفاصيل سنرجع إليها في الأخير أو أثناء التضليل. لدي نستمر في رسم الثياب، فهي تنزل بهذا الشكل هذا، أيضا تنزل بهذا الشكل هذا. القميص أو الطير في القميص في أعلى بهذا الشكل، ثم في الجهة الأخرى كأنها التفافة بهذا الشكل. هكذا أكون حصلت على نسب مضبوطة. الطريقة كما سبق وأشرت هي فقط لكي نتعرف على النسب، يعني نجربها مرة واثنين وثلاثة فقط لتتعود العين، فقط لأخذ النسب. في الفيديو المقبل إن شاء الله سنجرب طريقة ثانية، وفيديو بعده نجرب طريقة ثالثة، وفي الأخير نرجع ثاني إلى هذه الصورة هذه نجرب عليها التضليل. الطريقة الثانية التي سنجرب التخطيط عليها نجرب عليها التلوين أو التضليل بالفحم، ثم الرسمة الثالثة أو التخطيط الثالث نجرب عليه ألوان الخشبية لكي نستفيد من ثلاث أنواع من الطرق أخذ